بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية. معكم زميلكم سيف الجبور، سنة خامسة من دفعة أمل. إن شاء الله راح أكون معكم بمحاضرات الـ CNS الأناتومي تحديدا. بداية راح نبلش بالتعريف عن الـ CNS والنيربس سيستم بشكل عام وإيش مكوناته وهكذا، وبعدين ندخل بالتفاصيل. بداية النيربس سيستم هو عبارة عن سيستم معقد جدا، شغلته يراقب أي تغيرات تصير سواء كانت داخلية أو خارجية، وبالتالي بعد هيك يقدر يتعامل معها من خلال انه يأثر مثلا على افكتر زي مسل زي الجلانز الى اخره. وهو بتكون من اهم شيء اللي هي النيرف سيل او الهاي سبيشلايزد نيرف سيل اللي راح اسميها النيورونز. وهي النيورونز طب ايش، كيف تستقبل او خلينا نحكي التغيرات الخارجيه اللي بتصير عليها او الاستيمولاي؟ من خلال ريسبتورز. هاي الريسبتورز وين راح تكون منتشره؟ بكل الجسم، فبالتالي راح تلتقط هاي الاستيمولاي تقدر تحللها وتنقل او يعني خلينا نحكي تبعث امبلسز معينة للإفكتر سواء كانت جرانز أو مسلز، وبالتالي تقدر تتكيف مع هذه المؤثرات الخارجية. هسه بنقسم النيرفس سيستم لـ Central, Peripheral, Autonomic. Central اللي هو العصبي، Peripheral اللي هو الجهاز العصبي المركزي، والأوتونوميك نيرفس سيستم اللي هو اللي بنقسم لـ Sympathetic و Parasympathetic. الـ Central Nervous System هو جزء من النيرفس سيستم بيكون Protected by Bones. طب إيش البونز اللي بتعمل له Protection؟ عندي اول شيء هو بتكون من شغلتين، البرين والسباينال كورد. هذول مكونات سي ان اس. البرين بيكون بروتكتد باي سكال، اما السباينال كورد هو الحبل الشوكي بيكون بروتكتد باي فيرتبرال كولوم او عمود الفقري. هذا الجزء من النيرفس سيستم او السنترال نيرفس سيستم بيكون باث ان ذا سيريبرو سباينال فلويد، يعني في عندي سائل محيط فيه بسميه سيريبرو سباينال فلويد. ليش بتميز هذا الجزء من النيرفس سيستم؟ انه ما في عندي ريجينريشن، إذا صار عندي إنجري أو دمج إله ما رح يصير عندي أي ريجينريشن أبداً، ما رح يصير عندي ريجينريشن. أما البيرفرال يتكون من أول شيء عندي الكرينيال نيرفز اللي هم بيطلعوا من البرين نفسه، هذول بيكونوا عبارة عن 12 بيرز 12 زوج. أما السباينال نيرفز اللي بيطلعوا من السباينال كورد عبارة عن 31 زوج، وفي عندي أسوشيتد جانجليا، وهسه قدام شوي رح نعرف شو يعني جانجليا. الاوتونوميك نيرفس سيستم هذا شيء انفولنتري، هذا جزء مسؤول عن الانفولنتري كنترول اوف ماني ستراكشرز زي الهارت الجلاندز والسموث مسلز، فهذا انفولنتري احنا ما بنتحكم فيه. وهو يتكون من السيمباثيتك والبارا سيمباثيتك، وهذا موجود بالسي ان اس وجزء منه بالبي ان اس. طب ايش الخلايا اللي بتكون لي نيرفس تيشو؟ احنا حكينا اول شيء الاهم اللي هي النيورونز او الهايلي سبيشلايزد نيرف سيلز. هاي تعتبر الفانكشنال يونت اند اناتوميكال اند امبريولوجيكال يونت اوف ذا نيرفس تيشو، وهي المسؤوله انها تنقل نيرف امبلسز ما بينها وتحللها، فبالتالي بقدر احكي لها انه هي الاكسايتابل سيلز، هي الاكسايتابل سيلز. بينما في عندي شيء ثاني، نوع خلايا ثاني اسمه نيوروغليا سيلز. هاي ما بتقدر تبعث او تعمل ترانزميشن لنيرف امبلسز عكس النيورونز، لكنها مهمه جدا للنيورونز بقصص التغذيه سبورت وتعملها حمايه او بروتكشن. فبالتالي النيورونز هي المسؤولة عن وظيفة الرئيسية خلينا نحكي للنيرفس تيشو اللي هي عملية الترانسميشن اوف نيرف امبلسز، بينما النيوروغليا سيلز لا، هي بتدعم هاي النيورونز حتى تؤدي وظيفتها بشكل صحيح. طيب نيجي نشوف النيورون نفسه نفس كمان. النيورون بتكون اول شيء عندي في عندي سيل بادي او اللي هو بحكي له سوما اللي راح يحتوي على النيوكليوس والسيل اورجانيلز، بالاضافة له تو بروسيسز خلينا نحكي او نوعين من انواع البروسيسز. الاول اللي هو الاكسون اللي هو بيكون سنجل واحد لونج بروسيس، بنقل النيرف امبلس بعيدا عن السيل بادي، فبحكي له كوندكتنج اوت بعيدا عن السيل بادي. بينما الدندرايتس هذه اللي على الاطراف زي ما شايفينها بتكون مالتيبل وبتكون شورت مالتيبل بروسيسز، بتنقل الامبلسز توورد السيل بادي باتجاه السيل بادي، فتريسيف انبوتس من برا من مثلا نيورون ثاني بتنقلها باتجاه السيل بادي، والسيل بادي بعد ما نخلص بنقل هاي النيرف امبلسز اواي من خلال الأكسون. طبعا في عنا زي ما نحكي ترمينولوجي أو كلمات لازم نعرفها بالسي إن إس حتى نكون فاهمينها. بداية لما نسمع كلمة نيوكليوس، النيوكليوس هنا غير شوي معناها اللي أنتوا عارفينه، هي مجموعة من السيل باديز متجمعة مع بعض في السي إن إس داخل السنترال نيرفس سيستم. طب ليش أكدنا على السي إن إس؟ لأنه لما أسمع جانجليون برضو هي عبارة عن جروب أوف سيل باديز، لكن في البي إن إس، فبالتالي لما أسمع جروب أوف سيل باديز اوكي بدي احكي هل هي نيوكليوس ولا جانجليون. اذا هي في السي ان اس بحكي اتس نيوكليوس، اذا هي بالبي ان اس بحكي جانجليون. طيب هسه احنا عرفنا انه في عندنا سيل باديز وفي عندنا اكسونز. طب تجمع الاكسونز هذا ولا ايش بسميهم؟ اذا كنا بنحكي عن سي ان اس بسميهم تراكت او فاسيكولس، وبكون لهم سيم اوريجين تيرمينيشن اند فانكشن. اما اذا كنا نحكي عن بي ان اس
الجروب اوف نيرف فايبرز هناك بسميهم نيرف او عصب. السينابس اللي هي منطقة التقاء تو نيورونز حتى يصير عندي ترانسميشن للنيرف امبلس. So it's the site of contact ما بين اكزون من النيورون الاول اللي راح ياخذ النيرف امبلس بعيدا عن السيل بودي، وبالتالي بعد هيك راح ينقله لمين؟ للدندرايتس تاعت الانذر نيورون اللي راح توديه باتجاه السيل بودي. فبالتالي هون بصير عندي عملية اللي هي انتقال النيرف امبلسز. باثوي او الطريق هاي عبارة عن chain of successive tracts. راح يكون مثلا في عندي pain sensation. pain sensation هاي receptor راح يكون في عندي tract اول، راح ينتقل بعديها لتراك ثاني، بعديها لتراك ثالث، حتى يوصل خلاص لبرين ويحلله. طب هاي ال successive tracts اللي ورا بعض سميتهم مثلا pathway لل pain sensation او ال pathway لل temperature وهكذا. so it's a chain of successive tracts ورا بعض لهم same function زي ال pain sensation. طب الليمنسكس، الليمنسكس هي عبارة عن collection of ascending fibers وين تحديدا؟ في البرين استم. هي مجموعة الاسندينج فايبرز بالبرين استم. طب الكوميشر، ايش هي الكوميشر؟ احنا بنعرف انه في عنا left و right sides of the CNS. هسا اذا كان في عندي باند تشبك لي هاي الميدلاين، اذا كان في عندي هون باند تشبك الجزء اليمين مع الجزء الشمال، هاي بحكي لها شو؟ هاي بحكي لها كوميشر، سواء كانت white matter او gray matter ما بهم. فهي شغلتها تشبك لي right and left sides across the midline. طب ايش عندي decussation؟ decussation هي النقطة اللي راح يصير فيها crossing للmidline من سواء كان من خلال ascending او descending fibers. فنفس الشيء تماما، جزء left right midline عندي fibers طالعة انتقلت من جهة لجهة، هاي النقطة بحكي هون صار عندي decussation، بحكي عن هاي النقطة صار عندي decussation. فهي المكان اللي راح يصير عندي سواء ascending او descending tracts عملت لي كروسينج او قطعت من جهه الى جهه اخرى، عملت كروسينج للميد لاين. الافرنت والافرنت، الافرنت هاي عندي مثلا ستراكشر معين، اشي جاي باتجاه هذا بحكي له افرنت او انبوت، طب اشي طالع منه بحكي له افرنت. هاي المصطلحات مهمه تعرفوها وتكونوا فاهمين شو هي حتى تسهل علينا لقدام. المننجز، المننجز عباره عن ثلاث او يعني 3 ممبرينز بيغطوا لي البرين والسباينال كورد. طب كيف تقسيمتهم من برا لجوا؟ برا في عندي اول شيء الديوراماتر، بعد هيك في عندي الأراكنويد، بعد هيك جوا في عندي البياماتر اللي هو هذا تقريبا بيكون هيك مغلف لي البرين والسباينال كورد. طيب هسه ما بين البيا وما بين الأراكنويد، ما بين البيا والأراكنويد اللي هو هذا السبيس، ايش راح يكون في هذا؟ بسميه سب أراكنويد سبيس، بسميه سب أراكنويد سبيس، ويحتوي على السائل اللي حكينا عنه اللي هو سيريبروسباينال فلويد. طيب ما بين الديورا اللي هي الجزء الخارجي والأراكنويد، هذا بسميه سب ديورال سبيس. فانا في عندي سب ديورال سبيس وفي عندي سب اراكنويد. سب اراكنويد يحتوي على السي اس اف. هسه البرين، البرين متكون من 3 مين بارتس. اول اشي السيريبرم، الجزء الخارجي اللي احنا عارفينه، او يعني خلينا نحكي الجزء الرئيسي منه السيريبرم اللي هو عباره عن 2 سيريبلر هيمسفيرز رايت وليفت، وفي عندي ما بينهم اللي هو هذا الجزء اللي هو بحكي له انتر برين او داي انكفالون. داي انكفالون اللي هو بتكون من ثلاثه هايبوثالامس وإلى آخرها، رح نحكي عن تفاصيله لقدام. أما البرين استم بتكون من ثلاث أجزاء، الجزء اللي أعلى هذا بسميه ميد برين، وهذا الجزء أسميه البونز، والمدلة قبل ما يكمل على شكل سباينال كورد. فالبرين استم ميد برين بونز أند مدلة أوبلانجاتا، وآخر جزء رح نحكي عنه من البرين اللي هو عبارة عن السيربيلم أو المخي. طيب لو جينا عملنا كروس سكشن، لو جينا عملنا كروس سكشن، the brain will show شو؟ الجزء البرة الأوتر لاير زي ما شايفين هذا الغامق، هذا بسميه gray matter أو بسميه cerebral cortex اللي هي القشرة تاعت السيريبرم. هاي الدارك areas تمثل عبارة عن شو؟ عبارة عن تجمع له cell bodies، مجموعة cell bodies. طب الجزء الداخلي هذا الأبيض، الجزء الداخلي الأبيض هذا، هذا عبارة عن مجموعة nerve fibers، والفايبرز احنا حكينا بالCNS بتكون it runs as إما bundles, tracts or fasciculi. فبالتالي أنا عندي جزء خارجي cerebral cortex gray matter وجزء داخلي white matter. هسا بالبرين ستيم ذكرت أجزاء الثلاثة اللي هو اللي حكينا عنهن midbrain, bones and medulla. اللي gray matter it collects into nuclei لكن بتكون embedded في white matter، بتكون embedded جوا، يعني عندي white matter بتكون جواتها، بتكون في داخلها بتكون في داخلها اللي هي النيوكليي هاي. طب هسه بالسيريبرال اند سيريبيلا، بالسيريبرال هيمسفيرز اند سيريبيلا،
جزء من الجراي واتر اما ممكن يتجمع على شكل ديب نيوكلياي وجزء منه بيكون بالخارج. فبالتالي انا في عندي جزء راح يكون هاي شايفين كيف هون مثلا في عندي جراي ماتر امبيدد وذن ذا وايت ماتر وفي عندي جزء الجاي برا اللي هو راح يعمل لي الكورتكس سواء كانت سيريبرم او عفوا سيريبرال كورتكس لما نحكي عن السيريبرم او سيريبيلر لما نحكي عن السيريبيلم. فبالتالي ممكن يكونوا امبيدد وذن او ممكن يكونوا في الخارج اللي هي الكورتكس. السباينال كورد او الحبل الشوكي. السباينال كورد هو عبارة عن تكملة مين جزء من البرين ستيم اللي هو المدلة اوبلنجاتا. فاحنا حكينا هاي البونز هاي المدلة اوبلنجاتا. هسا بعد هيك تكملتها شو راح يكمل؟ راح يكمل المدلة اوبلنجاتا راح تكمل على شكل سباينال كورد. هسا في عندي نيرف كافيتي راح يكون موجود جوا هي هذا شايفينه اللي بالنص هذا بسميه سنترال كانال. ونفس الشيء السباينال كورد زيها زي البرين راح تكون مغطيه بالثري منينجز اللي حكينا اللي هي ديورا واركنويد وبيا ماتر. طب لو اجينا قسمنا السباينال كورد مقطع عرضي بدنا نشوف شو اللي راح نشوفه راح نلاقي انه في عندي عبارة عن اول اشي الجزء الخارجي او خلينا على الجزء الداخلي خلينا على الجزء الداخلي بداية الاوتر لاير ثواني هذا الجزء الخارجي اللي انتو شايفينه هذا عبارة عن وايت ماتر اذا بتذكروا كان عكس عكس السيريبل شايفين كيف هون السيريبرم عندي كان الجزء الخارجي مين الجراي ماتر هون اختلفت الدنيا صار هذا الجزء اللي هو الوايت ماتر بيحتوي على ascending و descending fibers. ال ascending اللي هي رايحة باتجاه البرين منطقة انها تكون sensory بتاخذ اي sensation اي احساس pain temperature فهي ascending fibers رايحة باتجاه البرين او بحكي لها sensory tracts. بينما الجزء الثاني اللي هو ال descending اللي هي نازل نزول معناته هو وصل البرين خلاص هسه البرين دي يبعث مسج فبالتالي راح يبعثها راح تكون على شكل motor tracts او descending بحكي لها tracts من البرين سو ات كاري موتور اوردرز طلبات مع شكل موتور مثلا لمسل انها حركي ايدك ارفعي كذا فروم ذا برين. اما الجزء الداخلي اللي انت شايفينه على شكل زي حرف اتش او فراشه هذا اللي هو الجراي ماتر اتس ان اتش شيب او بحكوا احيانا شكل فراشه. هسه في عندي تو انتيرير اندز اوكي او لمبس خلينا نحكي اللي هم بحكي لهم انتيرير هورنز وتو بوستيرير تو بوستيرير فانا عندي تو anterior وجزئين posterior posterior horns و anterior horns. اما في عندي جزء بالنص هذا اذا تذكروا قبل شوي احنا بنحكي عن المصطلحات قلنا اذا في عندي جزء بربط الجهة اليمين مع الشمال راح اسميها شو commissure فبالتالي هذا horizontal connecting region راح اسميها وبما انها من الجزء من الجراي ماتر راح كلها gray commissure. وهاي الجراي commissure اذا بتشوفوا فيه هنا نقطة حكينا في عندنا central canal بالspinal cord بمنتصف هاي الجراي كوميشر راح يكون يمر عند مين السنترال كانال. فبالتالي عرفنا انه في عندنا اوتر لاير اللي هي عبارة عن الاسندينج فايبرز والديسندينج فايبرز وعرفنا انه في عندنا الانر لاير اللي هي الجراي ماتر عبارة عن تو انتيرير لمس او انتيرير هورنز وتو بوستيرير وفي عندنا الجراي كوميشر ما بينهم وبمنتصف هاي الجراي كوميشر في عندنا السنترال كانال. طب هسه من ناحية فيسيولوجيكال كلاسيفيكيشن راح نقسمه له سوماتيك واوتونوميك او فيسرال. السوماتيك اللي هو فولنتري ارادي احنا بنتحرك بتحكم انا بحرك ايدي انا زي ما تحكي بحكي لايدي مثلا تحركي كذا فهذا بيشمل جزء الموتور والسنسوري سيستم. بينما الاوتونوميك او الفيسرال هذا انفولنتري ما لنا فيه وبيشمل اللي قلنا سيمباثيتك وبارا سيمباثيتك. هسه الامبريولوجيكال كلاسيفيكيشن اوف نيرفس سيستم طبعا هو انا صراحه شوي هذول زنخات الكلمات بس يعني الله بعينكم مضطرين تحفظوهم لانه ممكن يجوا في عندنا اثناء الامبريولوجي في عندي النيورال تيوب اكيد تعرفوه هذا بعطيني السباينال كورد بالاضافه لثري برين فيزيكلز. اول اشي راح يعطيني الفور برين او البروسينكيفالون هذا راح يعطيني شو شغلتين راح يعطيني الميديان داي انكيفالون مع الكافيتي تاعته اللي هي ثيرد فنتريكل وطبعا هذول الكافيتيز راح نحكي عنهم الفنتريكلز بالتفصيل اللي هم الفنتريكل ساعات السي ان اس فما تخافوا من اسمائهم هسه. وفي عندي بعطيني تو تيلينكيفالونز او اللي هم اللي راح يصيروا عبارة عن سيريبرال هيمسفيرز وكل واحدة فيها الكافيتي تاعتها اللي هي اللاترال فنتريكل تاعت السيريبرال هيمسفير. اما الجزء الثاني اللي هو الميدبرين او الميزينكيفالون راح يعطيني الكافيتي تاعته اللي هو مين السيريبرال اكويداكت اوف سيلفاس اوكي اوف سيلفياس. اما اخر شيء الهاند برين او اللي هي رومبينكيفالون هذا راح يشمل اللي هو الجزء اللي هو البونز
والمظلة والسيربلم مع الكافيتي اللي هي الفورث فنتركل. فلا تخافوا من الفنتركلز، هي ثيرد فورث ولاترال فنتركلز، هذول راح نحكي عنهم بالتفصيل ان شاء الله. هسه التايبس اوف نيورونز، في عندي تقسيمتين، عندي تقسيم الاولى حسب عدد البروسيسز او حسب اللينث اوف ذا اكسون. حسب عدد البروسيسز، اما عندي يوني بولر زي ما شايفين هذه الصوره الاولى او سودو يوني بولر. ليش سمينا سودو؟ لان شايفين كيف تفكر انه عندي فقط واحد، لكن بعد هيك راح ينقسم. فهذا بشوف وين بالبوستيرير روت جانجليون. اما الباي بولر، باي بولر زي الصوره الاولى هذه، فلو باي هاي تو بروسيسز، هاي زي الريتنا الشبكيه الكوكليير اند فيستيبولار جانجليا. اما المالتي بولر اللي هي الصوره الوسط، وهذا الموست اللي بيكون باغلب الاجزاء البرين والسباينال كورد، زي ما شايفين مالتي. ليش حكينا مالتي بولر؟ لانه هي واحد هي واحد هي واحد هي واحد بروسيسز بغض النظر هي دندرايتس ولا اكسون. اما according to the length of the axon، ففي عندي type 1 و type 2، Golgi type 1 و Golgi type 2. Golgi type 1 بيكون له long axon، فبالتالي زي اي مكان بيكون مثلا في عندي long tracts زي مثلا البيراميدال cells of cerebral cortex، البيركنجي cells of cerebellar cortex، الموتور cells of spinal cord، هاي كلها Golgi 1. اما Golgi 2 لا، هذا بيكون short axon، هذا بالعادة الفانكشن تاعت اي نيورون بتشوف بيكون جولجي تايب 2 بالعاده بيكون انهيبيتوري ان فانكشن، يعني شغله يعمل تثبيط، وبيكون موجود كثير بكل او نيومرس ان اول بارتس اوف ذا سي ان اس. بالتالي تصنيفهم حسب النمبر اوف بروسيسز، يوني بولر، باي بولر، مالتي بولر، وحسب اللينث جولجي تايب 1 اللي هو اللونج اكسون، وجولجي تايب 2 اللي هو شورت اكسون. طيب نيجي على اخر جزئيه اللي هي الجلايال سيلز، اللي حكينا اللي هي النيورو جلايال سيلز، هاي حكينا نون اكسايتبل، ما بتقدر تعمل ترانزيشن للنيرف امبلسز، وهي شغلتها من support, protection and nourishing cells، فمسؤولة عن التغذية الحماية، لكن عددها كبير بتمثل لي تقريبا نص حجم الـ CNS، فهي مهمة جدا للنيورونز مش شيء عادي. عبارة عن 4 types، نبلش بهم واحد واحد. الأستروسايت، الأستروسايت هاي عبارة عن خلية زي ما تشوفين هذه الصورة تاعتها، بيكون لها many branches، وهي المين support cell for nerve cells and nerve fibers، وهي تعتبر electrical insulator يعني عازل، ولها تو تايبس، اما بروتوبلازميك او فايبرس. واهم شيء تعرف انه هي المين سبورت فور نيرف سيلز اند نيرف فايبرز. ممكن يجيك سؤال، واحده من الجلايا سيلز هذول هي المسؤوله بشكل رئيسي او المين سبورت، تعمل اللي بتقدم لي المين سبورت للنيرف سيلز، وقول له الاستروسايتس. طيب الاوليغودندروسايتس اللي هو النوع الثاني، لا هذول خلايا صغيره البروسيس ساعتهم بتكون قليله. طب ايش شغلتهم الاوليغودندروسايتس؟ مسؤولين عن افراغ او يعني تصنيع، خلينا نحكي المايلين شيث اوف ذا نير فايبرز بالسي ان اس، مسؤولين عن تصنيع المايلين شيث اللي بيكون على النير فايبرز بالسي ان اس، فهي برضو ايضا مهمه الاوليغودندروسايتس. اما النوع الثالث اللي هو المايكروغليا سيلز، هذول اصغر سيلز موجودين فيهم، وبتميزوا بشغله عن باقي الخلايا انه هذول النوع هذا الوحيد اللي بيطلع من الميزوديرم، فتحفظوها مايكروغليا ميزوديرم. ليش؟ لأنه باقيهم كلهم بيطلعوا من الإكتو ديرم. فإذا قال لك مثلا which of the following is of mesodermal origin، بدك تقول له microglia cells. طب إيش هذول بيعملوا microglia cells؟ لما تحكيهم الفاغوسايتس تاعون السي إن إس. مثلا صار عندي أي inflammatory disease، أي degenerative disease، وصار في عندي حطام وديبراي وأجزاء لازم الجسم يتخلص منها بالسي إن إس، راح تيجي microglia cells وتعملها phagocytosis. phagocytes from the phagocytes of the CNS. الابنديما هذول بيكونوا عبارة عن cuboidal ciliated cells، اوكي، بيعملوا لي lining للكافيتيز اللي موجودة في البرين والسباينال كورد، وalso they form the cells ساعت مين تاعت الكورويد بلكسس، فبالتالي هم بيساعدوا بعملية تصنيع السيريبروسباينال فلويد. فصراحة مهم هاي تعرف المعلومات عنها، لانه راح بيجي عليهم سؤال. يعني قلنا الأستروسايتس هي المين سبورت، الأوليغودندروسايتس مسؤولة عن إفراز المايلين شيث، المايكروغليا هي الفاغوسايتس، والإبنديما بتساعد بإفراز السيريبروسباينال فلويد. هاي المحاضرة هيك بتكون خلصت، هي فقط محاضرة زي ما نحكي البداية أو الانترودكشن، وإن شاء الله المحاضرات الجاية فيهم تفاصيل أكثر. وبس أهم شيء المتابعة أول بأول، ويعطيكم ألف عافية.